وبتشرين الأول 2014 وبعد 11 سنة على رحيل محمود كحيل، وبالتزامن مع إطلاق كتاب هكذا رسم كحيل، أعلن مركز رادا ومعتز الصواف لدراسة الشرائط المصورة العربية عن جائزة محمود كحيل السنوية بالجامعة الأمريكية ببيروت، اللي رح نحكي عن كل تفاصيلها مع الإعلام الراقي ريكاردو كرم عضو المجلس الاستشاري للمركز. ريكاردو، أهلا وسهلا فيك ببيتك. مرسي ساندرا، أنا سعيد أني أكون معك بهالأجواء الرمضانية، وبغتنم الفرصة أني أتمنى لكل المشاهدين رمضان كريم مع أمنيات حب كتير كبيرة. نورتنا ببلاتو رمضان توك. على أي حال، اسم ريكاردو كرم عطول مقرون بأي نشاط ثقافي، مجرد ما نسمع اسمك موجود منقول أنه هالنشاط أو هالحدث أو هالمؤتمر هو نشاط ثقافي ذو قيمة عالية وراقية. شو سر اسمك عطول هيك مشابه ومرادف للثقافة؟ هي الثقافة بتجمع الشعوب المختلفة، بتجمع العقائد المختلفة، الطيارات المختلفة. برأيي أنه ما فينا نتكامل إلا من خلال الثقافة. طبعاً الثقافة بتجمعنا وبتسمح لنا أن نكتشف الآخر، نتعرف عليه، وأيضاً بالتالي يكتشفنا ويصير في وحدة حال فينا، يكون في عنا وجهات نظر عديدة متباينة، لكن في شغلة أساسية اللي هي قيمة حبنا للمعرفة وحبنا لفتح أفاق واسعة تاخذنا إلى أماكن كثيرة. والثقافة هي طبعاً هذا المشهد الأساسي بحياة كل واحد منا لازم يكون. ريكاردو، بنبدأ هاللقاء بالحديث، أو إذا بدك تعطينا هيك لمحة سريعة عن مركز رادا ومعتز الصواف لدراسة الشرائط المصورة العربية بالجامعة الأمريكية ببيروت، وأيضاً لمحة سريعة عن جائزة محمود كحيل. مركز معتز ورادا الصواف لشرائط المصورة العربية هي منصة أكاديمية جامعة للدراسات الفكرية والنقدية المعنية بالشرائط والقصص المصورة. معتز صواف هو صديق شخصي، هو وزوجته رادا، وهذا الإنسان حقيقة عرفني على هذا الفن يلي أنا ما أفقه ولا أي شيء فيه. هذا الإنسان عنده كولكشن بدأ من هو صغير بالسن بجمع كتب، شرائط، رسومات، وحقيقة حب أنه هذا الفن يعرف ويصبح منارة ويصبح معلم من معالم المشهد الثقافي في العالم العربي. فقرر إنشاء هذا المركز، تبرع بمبلغ كبير قيمته 5 مليون دولار، ووضعوا في الجامعة الأمريكية في بيروت لتعزيز دراسة هذا الفن ولجمع الأرشيف، أرشيف القصص المصورة والكرتونز والشرائط، والحفاظ على هذا التراث يلي مفقود إلى حد ما في العالم العربي. محمود كحيلوي طبعا رائد من رواد الشرائط في عالمنا العربي، هو لبناني عاشق للبنان، درس في الجامعة الأمريكية في بيروت وانتقل خلال الحرب إلى لندن، لكن بقي لبنان في قلبه، في ألمه، في فكره وفي كل رسوماته. وقرر حقيقة هذا المركز أنه يمنح أو يمنح هذه الجائزة، تكون جائزة سنوية. ال 21 سنة متوفى محمود كحيل، لكن بعد نظره وعبقريته في هذا الفن هي أبعد من الزمان والمكان، وكل شيء قام فيه وصوره بعده كأنه اليوم تم تصويره حتى ولو عمره 30 و40 سنة. وهذا هو عظمة الفن الراقي وعظمة الفنان الحقيقي. يعني اليوم من خلال أستاذ معتز تعرفت على هالنوع من الأرت، وقررت تكون عضو المجلس الاستشاري للمركز. لهالدرجة أنا عك بالموضوع، حبيت هالفن، الكاريكاتير، شرائط المصورة العربية وغيرها. حقيقة يعني معتز أنا ما فيني الولاء على شيء، مش بس أنا عنده هذه القدرة على يعني فرض رأيه من ناحية وعلى إقناع الآخر
بمدى صحة أفكاره. بقى أنا ومجموعة كثير من الناس دائما بنقول لا معتز ما فينا إلاك لا على أي شيء، وأنا ويا زملاء سوا على أيضا مجلس أمناء الجامعة الأمريكية في بيروت، والسعادة أن يتعلم منه وأنه كمان يعني امتص من هذه التجربة اللي هو خاضها بحياته. أنا سعيد أن يكون بهذا البورد، وأيضا سعيد أن يكون مركز معتز ورضا الصواف في الجامعة الأمريكية في بيروت، في حرم هذه الجامعة اللي هو حقيقة مختبر لكافة العقائد والتيارات السياسية والأفكار والطوائف والأديان، وهو بنفس الوقت يعني طلع فوق قفص فوق. الجامعة الأمريكية في بيروت ما بتعرفي مين اللي قاعد حدك، من وين جاي، من أي فكر سياسي، من أي نهج، من أي دين، من أي طائفة. هذه هي أهميتها. المواطنة بتعلميها في الجامعة الأمريكية في بيروت، ووجود هذا المركز بعزز هذه الفكرة، وبرأيي هذا التزاوج بيناتهم قدر خلق هذه الشراكة الناجحة. ريكاردو، ما بدأ أهمية وتأثير المركز من جهة والجائزة على المستوى الإقليمي والدولة أيضا؟ أنت طبعا عم بتروجي لفنانين هن كبار لكن فين يكونوا مغمورين غير معروفين. نحن بعالم عربي هذا الفن لا وجود له، شبه معدوم، صحيح، وبيجب الإضاءة عليه أكثر وأكثر. بقى هذا المركز يضع تحت الضوء فنانين كتار، أيضا ينشر هذا الفن في الخارطة العالمية، يسمح للفنانين الكبار أنهم ينتشروا أكثر وأكثر. وبعتقد أنه هذا عم نلمسه وهذا عم نشوفه. أنا بشوف أنه القصص، قصص كل واحد منا كتير مهمين، ستوري تيلينج، وكل واحد لازم يروي قصته، والحقيقة، الحقيقة يجب أن تقال، وهذا الفن يقول الحقيقة ويجاهر بالحق والحقيقة ويقول ما لا تستطيع أن تقوله الكلمات. الفن، الرسم، الكاريكاتشير بتقول أمور ما حدا في يعبر عنها ببساطة فعلا وبسهولة، ولكن يعني للأسف ما في تسليط ضوء كتير على هالنوع من الرسوم والفن. يعني أكيد هون بتكمن أهمية أكيد المركز. أنا بقلك عن حالي، أنا واحد بنتمي، مش أنه أنا شيء رفرنس بالأخير لا، بس أنا قارئ نهم يعني مطلع كتير، وبحاول ما في معرض فوته بالعالم كله، لكن ولا مرة اهتميت بهذا الفن، ووجدت من خلال هذا المركز وهذا الشغف اللي ضخوا فيه معتز وزوجته رادة لاحقا، أخذني إلى 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 معالم جديدة، وأنا سعيد أنه كان إضافة كبيرة لألي بحياتي. هذه المبادرة، جائزة محمود كحيل اليوم، كيف بتأثر على المبادرات الثقافية الأخرى اللي حضرتك بتهتم فيها؟ هي مثال يحتذى به. أنا شغلي بيختلف تماماً. صحيح أني بقدم جوائز أو عندي مؤسسة بتقدم جوائز، لكن إحنا عم نحاول نغير السردية المرتبطة بالعرب أينما كان في هذا العالم. شغلنا بيختلف هون، لا هون عم بتضيقي على فنانين عندهم مواهب خارقة ويجب أن يتعرف ويكتشفون الجمهور. وهي الجائزة مش فقط منح جائزة، هي مجموعة ندوات بتجمع هؤلاء الفنانين، هي معارض مختلفة أيضا. يعني في عندك عمل دؤوب، وعندك خلية نحل بتقوم بمشاريع كتيرة، وفريق عمل صغير لكن فريق عمل فعال جدا. وعم بحكيك وعم بتضحك وعم بتسم لأني عم بخبرك عن شيء أنا عم بكتشفه. هذا المركز صار عمره سنتين، يعني تم تأسيسه عام 2022، وبهالسنتين عمل كتير، وأكيد في بجعبته مشاريع كتير كبيرة لح يتم القيام بها وتنفيذها إذا الله راد، رح نكون شاهدين عليها. ريكاردو، أنا وياك هلأ والمشاهدين رح ننتقل من لبنان على بريطانيا تنكون عم نحكي أكثر عن جائزة محمود كحيل، وعبر زوم رح ينضم لنا المؤلف والمؤرخ البريطاني مستر بول جرافيت، وهو عضو المجلس الاستشاري لمركز رادا ومعتز الصواف لدراسة الشرائط المصورة العربية بالجامعة الأمريكية ببيروت. مستر بول، good afternoon. I hope you are doing well and welcome to Ramadan Talk. حالة جيدة وأهلا بكم في برنامجنا. Hello, yes, I'm very well, thank you, and delighted to join you. أنا بحالة جيدة ويسرني مشاركتكم. Hi, Paul. It's so good to see you. من لندن. And I look forward to our upcoming advisory board meeting. مرحبا بول. تسرني رؤيتك وأتمنى مشاركتك معنا في بيروت.
حسناً أنا سأتي الشهر المقبل. Mr. Gravett, to start off, as a British author and historian, could you tell us about the role that the Rada and Matasawab Center for Arab Comic Studies plays? هل يمكنك أن تخبرنا عن الدور الذي تلعبه يلعبه المركز؟ إن دور المركز مهم جدا في نشر الوعي دوليا حول تاريخ الشرائط المصورة في المنطقة العربية. وقد أدهشني الأمر عندما زرت المركز السنة الماضية، ويسعدني أن أكون عضوا في المجلس الاستشاري. يهم كثيرا أن يتعرف الجميع في هذه البقعة من العالم على ما يجري على صعيد المركز من أحداث ومناسبات. So Mr. Paul, how are you transferring your expertise in comics art to the center? I'm contributing, I hope, to help the center develop its programming. And amongst the activities that have happened in the last year or so have been an important exhibition with fully supported by the center of Arab comics collectives, which was presented last year at the Lakes International Comic Art Festival. It was curated by Lina Gaibe, who is the director of the center, along with the famous Lebanese cartoonist Jad, a great friend of mine, George Khoury, for several years. And it has toured from there to Sheffield, I believe, it's going to other venues. And it presents some of the most exciting current collectives of the Arab region, just from Lebanon. That's one example of the activities that I'm currently involved here to spread the Arab comics culture كي أنشر ثقافة الشرائط المصورة العربية في العالم العربي. إشارة إلى الكتاب الذي نشره معتز الصراف عن مجموعته من الفنون ومجموعته الكبيرة من الكتب، وقد استدعيت للمساعدة أو للاشتراك في نشر هذا الكتاب. سيتم إطلاق هذا الكتاب الشهر المقبل في لندن، and it's a beautiful book. وهو كتاب جميل جدا as you might expect. كما تتوقعون. Paul, can you give us more details about this book? Yeah, so the book is a deluxe edition. الكتاب هو نسخة فاخرة. Mutasawaf's extensive collection of original تتضمن مجموعات كثيرة من الفنون في المنطقة من أمريكا وبريطانيا وأوروبا والعالم العربي. في الواقع أن القسم المخصص للعالم العربي مهم جدا نظرا لغياب المراجع حول الشرائط المصورة في العالم العربي باللغة الإنجليزية. إذن هذه الفقرة التي كتبتها لينا غيبة ستكون مهمة جدا وتشكل دليلا على هذه المنطقة. كما دعم المركز كتابا أو الجزء الذي كتبه جاد باللغتين العربية والإنجليزية، وقد تم نشره العام الماضي، وهو يحقق صدى إيجابي كبير، إذ إنه يتوجه إلى الجمهور الناطق باللغة الإنجليزية في العالم. Can comics contribute to change the perception of the Arab world? Yes, I believe comics and cartooning are very powerful. أعتقد أن الشرائط المصورة هي أداة ممتازة لتغيير المنظور، وأعرض عليكم مثالا. هذا الكتاب قد نشر بنسخة جميلة جدا باللغة الإنجليزية في أمريكا وفي بريطانيا، وتتم طباعته بحسب الكتابة العربية. Where wishes can be bought, but it also gives you great
insight to everyday life, to the individual experience of the character. I reviewed it for the Times literary supplement. وقد قدمت نقدا في التايمز عن هذا الكتاب. وكانت ردود الفعل إيجابية جدا على هذا الكتاب. Comics can introduce people to a culture. وهي دليل كيف أن هذه الشراء المصورة تشكل مسارا تعليميا. فهي تظهر بمثابة بوابة لنا للثقافات الأخرى، وهي تولد التفاهم والتبصر وحتى التعاطف مع الآخرين. Well, regarding the كحيل word, does it help change the stereotypical image of the Arab world? I think it does. These awards, the awards, سيسر العالم وسيريد أن يطلع على المزيد مما يجري في العالم العربي. وأعتقد أن شرائط المصورة والكاريكاتير هي لغة عالمية تربط ما بين الثقافات، وهي تؤدي دورا أساسيا الآن إذ إن العالم معقد هذه الأيام، وبالطبع ثمة أقطاب كثيرة وانقسامات. وأعتقد أن شرائط المصورة تستطيع تقديم الأفكار عبر الصور، وهي تؤدي رسالة مهمة وأفكارا وتنقل أفكارا نحتاج إليها في هذه الفترة. Well, every year the Kahil Award brings together cartoonists from more than one Arab country. How do you perceive this Arab gathering under the banner of comics art? I think it's important that the award ceremony does bring so many people together, حفل توزيع الجوائز الكثير من المشاركين، فهي احتفاء بما تم إنجازه. The single panel political cartoon produced perhaps every day online or in a newspaper. أعتقد أن ما يتم إنتاجه يوميا من شرائط مصورة على مواقع الإلكترونية أو في الصحف، كل هذه الأشكال والأصناف المتغيرة هي تثري حياتنا الثقافية. والدور الأهم في هذه الفترة هي جمع الناس في الحياة الفعلية وأيضا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ريكاردو، بتحب تضيف شيء، تسأله سؤال ختامي قبل ما نودع مستر بول؟ Paul, I heard you well and I completely agree with everything you've said. You know, the narratives about the Arab world are not only linked to our daily patterns, and it's not only because comics are missing. You know, the narratives are very negative on every single walk of life. And I think through culture and through what we are doing, what Mu'taz and Rada are doing, it is a big plus and big added value. You know, you are the backbone of our board, and I'm so happy to sit on that board with you. I'm a constant learner. I'm learning a lot from you. And I hope, you know, that everybody would be able to come and attend the exhibition and see this great work and the greatness of this art. Today, we're living times of uncertainties, and the whole world, you know, is not functioning properly. And having this award in Beirut, having those panels and this exhibition in Beirut, having this center in Beirut, means a lot. Beirut remains, you know, the beacon of freedom of expression and of thought. And this is very important. What we can do here, we cannot do it elsewhere. And this is what makes our country great. Despite everything and all the appeals. So thank you. سيد بول، مشاركتك ونحن ننتظر مجيئك إلى لبنان الشهر المقبل للمشاركة في المعرض وفي حفل توزيع الجوائز.
بيروت مدينة رائعة، شعبها سكانها رائعين، والجامعة الأمريكية في بيروت هي مكان رائع لتشارك الأفكار والعلاقات والترابط. أنا دهشت بهذا الموقع الممتاز والمميز لمركز رادا ومعتز الصواف. لقد وجد مركزنا للشرائط المصورة منزله أو بيتاً له في الجامعة الأمريكية. Mr. Paul Gravett, thank you for joining us today. It was a pleasure and hope to see you soon in Lebanon. شكرا سيد بول، نتمنى لقائك قريبا في لبنان، يسرني ايضا. ريكاردو، لكن هذه كانت مقابلة مع مستر بول جرافيت، هو اصلا مؤرخ بريطاني وكاتب ايضا ومبدع بعالم الشرائط المصورة، وهالابداع عم بيحاول وخبراته ايضا عم بيحاول ينقلها لمركز معتز ورضا الصواف لدراسة الشرائط المصورة العربية بالجامعة الأمريكية ببيروت. طبعا انضمامه إلى هذا المجلس الاستشاري يعني كانت شغلة أساسية برأيي، مثل ما قلت هو عمود مهم في هذا المجلس. وعلى سيرة المؤرخ، قال المؤرخ والمستشرق أدوارد سعيد مرة: لا أذكر متى قرأت أول كتاب عن قصص المصورة، لكن أتذكر ماذا شعرت وكيف شعرت. لأنه بعتقد أنه شعور بالجرأة، جرأة الفنان بالكتابة ببحث عن حقيقة، بتجاوز المخاوف كلها، هذه شغلة أساسية خصوصا في عالمنا العربي، حيث يعني الجدران موجود أينما كان، وهذا الخوف من الآخر من إعطاء الرأي أيضا كمان هو حاجز أساسي. نحن عنا بلبنان هون هالشيء معنا إيه، وهذه قيمة بحد ذاتها، نذكرها دايما أنه إحنا في عنا حرية فكر وحرية رأي وما حدا في يخدم منا. وهالفن الكاريكاتير أو الشرائط المصورة بيدعمه الحريات، مثل ما أنت قلت بالمقدمة أنه من خلال رسومات يمكن فينا نعبر أكثر من الحكي. يعني اليوم قد فينا نعتبر أو فينا نقول عن مركز رادا ومعتز الصواف للشرائط المصورة العربية بالجامعة الأمريكية ببيروت هو منارة ثقافية، منارة للحرية، بتعكس ضوء من لبنان إلى العالم العربي ومن ثم للعالم أجمع. أكيد هذا المركز عم يسمح للفنانين أن ينشروا أعمالهم، أنه توصل الأعمال إلى أين مكان، أنه الصوت يودي وين مكان. بنفس الوقت عم تسمح للفنانين أنه يرجعوا يستردوا قصصهم وواجهوا الأفكار الموروثة، يقفوا قدامها ويقولوا لا نحن بدنا نغير الواقع. هذا المركز هو أساس برأيي، ووجوده في هذه الجامعة أيضا أساس. وأنا سعيد، وأنا برجع بشجع الناس كلها يلي عم بتتابعنا أنه يجوا بكرة وقتها بالشهر المقبل حقيقة أنه يشوفوا هالمعرض، يتعرفوا على الفنانين ويكتشفوا صوت من لا صوت له. فعلا. كل فنان هو عم بيكون صوت لأن إحنا وعم بيودي أصواتنا خصوصا في هذا الزمن وفي هذه الأيام الصعبة. وأنا يعني بحاول أو شيء أتساءل وأطرح أسئلة علامات استفهام، كيف رح تكون الرسومات هذا العام مع ما نعيشه من ويلات، من خيبات، من مشقات ومن مخاوف. اليوم يقال عن مركز رادا ومعتز الصواف لدراسات الشرائط المصورة العربية بالجامعة الأمريكية ببيروت أنه يكتب التاريخ، يؤرخ الأحداث، ولكن من دون إملاء هالتاريخ علينا. نحن مش مجبورين بهذا التاريخ، ولكن هو تلقائياً عم يكتب التاريخ ومحطاته. تعرفي الفكر هو منارة، والفكر هو بيقود الإنسانية أو يجب أن يقود الإنسانية، والفكر هو بيدحض الظلم والأفكار المظلمة، التحجر، الفكر الرجعي. الفن هو بيخدنا إلى عوالم جديدة، الابتكار، النظرة البعيدة، القدرة على تغيير الأمور وعلى قول الأمور كما هي. ومثل ما قلت قبل شوي وتحديدا محمود كحيل، أنه هذا الفنان العظيم الكبير يعني حتى رسوماته اللي عمرها 20-30-40 سنة المعروف في لوجو الغراب الأسود الصغير كمان. تعرف الغراب الأسود على ذكره هو رمز للتشاؤم، لكن هو حوله إلى طاقة للأمل، للتفاؤل، للحلم، وهذه أهميته. وهذا المركز هو عم يجمعنا وعم بيعرفنا على هذا الفن، وهو مرادف لهذا الفكر النير الطواق
للمعرفة، للحلم، للتغيير. ريكاردو، وصل لقائنا لنهايته. أنا انبسطت كتير بلقائك، شرفتنا ببيتك. هذه سعادة لي أني أشوفك ساندرا أكون بضيافتك ومع كل هالتقنيين أصدقائنا اللي طبعا معهم في عنا عمر قضيناه سوا وفي عنا سرية فينا طبعا نحكي عنها أكيد. هاي بحلقات مؤمنة من نستضيفك تتخبرنا عن ذكرياتك بالLBCI إذا على راد. لكن من أتمنى لكم التوفيق بجائزة محمود كحيل، ويعطيكم ألف عافية لكل فريق عمل مركز رادا ومعتز الصواف لدراسات الشرائط المصورة العربية بالجامعة الأمريكية ببيروت. كمان نتمنى لك التوفيق بنشاطاتك الخاصة الثقافية دائما وبامتياز. شكرا، هي كتيرة متعبة بس بالأخير يعني بتفرحي وانت بتشوفي الواقع وبتشوفي النتاج والإنجاز وشحائتي، هذا أهم شيء. شرفت.